خطوة جاءت وفق الحراك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس. جاء الاجتماع الوزاري العربي المصغر في العاصمة الأردنية ليضع الخطوط العريضة للتوجه العربي القادم لمواجهة السياسة الأمريكية تجاه المدينة وقضية السلام. خريطة طريق تبدو للوهلة الأولى مغايرة لكل التحركات العربية السابقة في هذا الجانب، تحرك يذهب بعيداً باتجاه سعي الجامعة العربية للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس رداً على الخطوة الأمريكية. اجتماع عمان كان أيضاً فرصة سانحة لتجديد بل وتأكيد مواقف المملكة الثابتة والصارمة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مواقف شدد عليها وزير الخارجية عادل جبير خلال الاجتماع الوزاري العربي، حيث لفت أيضاً إلى أن اجتماع عمان خرج بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس. فكيف يمكن للأمة العربية التحرك لمواجهة المخاطر التي باتت تحتق بالقدس من كل جانب؟ وكيف للعرب مواجهة ما بات يشبه الخطة الممنهجة لإسرائيل لابتلاع الأراضي الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين؟ قبل ذلك، ما هي التحديات التي تقف أمام أي تحرك عربي قادم في هذا الشأن؟